السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة كاميرا العيادي، معكم في هذا الفيديو لنشرة كوفيد 19 اليومية الخاصة اليوم 14 أكتوبر 2020. الحالات اللي سجلت في 24 ساعة الماضية 3387 حالة إضافية مؤكدة، الحالات المستبعدة 21061 حالة، الوفيات 41 حالة، المتعافون 2497 حالة، الحالات النشطة 23648 حالة. مؤشر الإصابة التراكمي 441.5 لكل 100,000 نسمة. مؤشر الإصابة في 24 ساعة 9.3% لكل 100,000 نسمة. نسبة الفتك 1.7%. نسبة التعافي 83.6%. الحالات الخطيرة أو الحرجة العدد الإجمالي 525 حالة. الحالات الجديدة في 24 ساعة الأخيرة 62 حالة. إجمالي الحالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي 58 حالة. معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكوفيد 19 26%. بالنسبة للتوزيع الجغرافي حسب الجهات للحالات الجديدة والوفيات، الجهة الدار البيضاء سطات تسجلت فيها في 24 ساعة الماضية 12 حالة وفاة زائد 1784 حالة مؤكدة. تسجلت في مدينة الدار البيضاء 10 الوفيات زائد 1354 حالة. برشيد 0 حالة وفيات زائد 86 حالة. المحمدية 0 حالة وفيات زائد 78 حالة مؤكدة. سطات 0 حالة وفيات زائد 74 حالة جديدة. مديونة 0 حالة وفيات زائد 67 حالة مؤكدة. الجديدة حالة وفاة واحدة زائد 54 حالة مؤكدة. النواصر حالة وفاة واحدة زائد 54 حالة مؤكدة. بن سليمان 0 حالة وفيات زائد 17 حالة مؤكدة. سيدي بن نور 0 حالة وفيات زائد حالة وفاة صفر حالة وفيات زائد حالة واحدة مؤكدة. بالنسبة لجهة الشرق تسجلت فيها في 24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة زائد 329 حالة مؤكدة إضافية. سجلت في وجدة أنجاد حالة وفاة واحدة زائد 178 حالة إضافية. الناظور 0 حالة وفيات زائد 63 حالة إضافية. توريرت 0 حالة وفيات زائد 27 حالة إضافية. بركان 0 حالة وفيات زائد 25 حالة إضافية. جرادة 0 حالة وفيات زائد 20 حالة إضافية. الدرويش 0 حالة وفيات زائد 15 حالة إضافية. قرسيف 0 حالة وفيات زائد حالة واحدة مؤكدة. جهة الرباط سلال القنيطرة تسجلت فيها في 24 ساعة الماضية 4 الوفيات زائد 319 حالة إضافية مؤكدة. تسجلت في سلا حالة وفاة واحدة زائد 115 حالة إضافية. سخيرة تمارا 0 حالة وفيات زائد 104 الحالة إضافية. الرباط 3 الحالات الوفيات زائد 38 حالة إضافية. القنيطرة 0 حالة وفيات زائد 31 حالة إضافية. الخميسات 0 حالة وفيات زائد 26 حالة إضافية. سيدي سليمان 0 حالة وفيات زائد 3 الحالات مؤكدة. سيدي قاسم 0 حالة وفيات زائد 2 الحالات مؤكدة. جهة طنجة تطوان الحسيمة تسجلت فيها في 24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة زائد 185 حالة إضافية مؤكدة. تسجلت في طنجة أصيلة 0 حالة وفيات زائد 76 حالة إضافية. تطوان 0 حالة وفيات زائد 55 حالة إضافية. المضيق الفنيدق 0 حالة وفيات زائد 18 حالة إضافية. العرائش 0 حالة وفيات زائد 23 حالة إضافية. شفشاون 0 حالة وفيات زائد 9 حالات إضافية. وزان 0 حالة وفيات زائد 4 الحالات. الحسيمة حالة وفاة واحدة زائد 0 حالة مؤكدة. جهة مراكش أسفي تسجلت فيها في 24 ساعة الماضية حالتين ديال الوفاة زائد 175 حالة إضافية مؤكدة. تسجلت في مراكش 2 الوفيات زائد 125 حالة إضافية. الصويرة 0 حالة وفيات زائد 22 حالة إضافية. اليوسفية 0 حالة وفيات زائد 8 الحالات إضافية. قلعة سراغنا 0 حالة وفيات زائد 7 الحالات. الحوز 0 حالة وفيات زائد 6 الحالات. شيشاوة 0 حالة وفيات زائد 3 الحالات إضافية. الرحامنة 0 حالة وفيات زائد 3 الحالات. أسفي 0 حالة وفيات زائد حالة مؤكدة واحدة.
جهه سوس ماسه تسجلت فيها في 24 ساعه الماضيه 8 الوفيات زائد 172 حاله اضافيه مؤكده. تسجلت في اكادير ايد واتنان جوج الحالات الوفيات زائد 95 حاله اضافيه. تارودان ثلاثه الحالات الوفيات زائد 55 حاله اضافيه. انزكان ايت ملول ثلاثه الحالات الوفيات زائد 19 حاله اضافيه. شتوكا ايت بها صفر حاله وفيات زائد ثلاثه الحالات اضافيه مؤكده. جهه بني ملال خنيفره تسجلت فيها في 24 ساعه الماضيه أربعة الحالات الوفيات زائد 137 حالة إضافية مؤكدة. الفقيه بن صالح صفر حالة وفيات زائد 61 حالة إضافية. بني ملال ثلاثة الحالات الوفيات زائد 33 حالة إضافية. خريبقة حالة وفاة واحدة زائد 17 حالة إضافية. الزلال صفر حالة وفيات زائد 17 حالة إضافية. خنيفرة صفر حالة وفيات زائد 9 الحالات مؤكدة. جهة ترعى تفيلات سجلت فيها في 24 ساعة الماضية ثلاثة الحالات الوفيات زائد 123 حالة إضافية مؤكدة. تسجلت في مدينة الرشيدية حالة وفاة واحدة زائد 74 حالة إضافية مؤكدة. وزازات صفر حالة إضافية صفر حالة وفيات عفوا زائد 19 حالة إضافية. ميدال صفر حالة وفيات زائد 13 حالة إضافية. تنغير حالة وفاة واحدة زائد 11 حالة إضافية. زاكورة حالة وفاة واحدة زائد 6 حالة إضافية. جهة العيون السقية الحمراء ما تسجلت فيها حتى حالة وفاة في 24 ساعة الماضية زائد 58 حالة إضافية مؤكدة في 24 ساعة الماضية. العيون صفر حالة وفيات زائد 37 حالة إضافية. سمارة صفر حالة وفيات زائد 12 حالة إضافية. بوجدور صفر حالة وفيات زائد 9 حالات إضافية. جهات فاس مكناس سجلت فيها في 24 ساعة الماضية 4 الوفيات زائد 51 حالة إضافية مؤكدة. فاس 0 حالة وفيات زائد 17 حالة مؤكدة. تازة حالة وفاة واحدة زائد 10 الحالات إضافية. مكناس حالة وفاة واحدة زائد 9 الحالات إضافية مؤكدة. صفرو صفر حالة وفيات زائد 6 الحالات إضافية. الحجب صفر حالة وفيات زائد 5 الحالات إضافية. بولمان حالة وفاة واحدة زائد 3 الحالات إضافية. تونات حالة وفاة واحدة زائد حالة وفاة زائد حالة إضافية واحدة. جهات قلميم ودنون تسجلت فيها في 24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة زائد 45 حالة إضافية مؤكدة. تسجلت في قلميم حالة وفاة واحدة زائد 34 حالة إضافية مؤكدة. أسزق صفر حالة وفيات زائد 11 حالة إضافية. جهات الدخلة وادي الذهب تسجلت فيها في 24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة زائد 9 حالات إضافية مؤكدة. الله يشفي الجميع.